أنا في باوربوينت صغننة قوي هشاركوا بيها، لكن حبيت أقول لكم إن أنتوا نجاح ولادنا دول اللي جايب جيد جدا وامتياز، وامتياز مع مرتبة شرف، ده فخر لينا، وأنتوا كنتوا وراء النجاح ده كلكم. واحد 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 واحد، لو قعدت أسمي هنسى وهتزعلوا، لكن أنا فرحانة بيكم كلكم. وعلى رأسنا طبعا قداسة البابا، أول مرة يجي ويشوف ولادنا الصم، قد إيه ده بيفرحنا. معلش التكنولوجي بقى لازم يبقى فيه مشكلة وكسفنا. بس لازم انتوا يكون عندكم ايه؟ صبر صبر صبر. الفيلم شلت الاسم. طبعا مش شايفين ومش سامعين، صح؟ حد فهم حاجة؟ خالص. هو ده الأصم في الجامعة، من غير مترجم مش هيفهم حاجة، لكن عشان المترجمين اللي معانا دول هم الوسيلة اللي بيوصلوا كل المحاضرات العملية والنظرية لأولادنا الصم، وهم اللي خلوهم تفوقوا. تعالوا نبص كده على البرزنتيشن صغننة، ولو طولت قولوا لي بره. يلا. حد شايف حاجة؟ النور صعب قوي. أنا أصم، إيدي بتتكلم وهي دي لغتي، لغتي هي هويتي، إني أتحدث بيدي. ودي كانت المشكلة في الجامعات المصرية، إنهم كلهم رفضوا قبول الصم وضعاف السمع لدخول الجامعات. ليه؟ علشان مفيش مترجم. ومن هنا طلعت أول استغاثة من ولادنا 2014-2015 لفخامة الرئيس السيسي، وعلشان توصل الاستغاثة دي ناس كتيرة قوي تعبوا فيها. وأنبا أرمية قال لنا مين اللي تعب في الاستغاثة ووصلناها لسيادة فخامة رئيس. حتى الرئيس بتاعنا اتعلم لغة الحب، فقال للصم I love you. كلنا نعملها I love you I love you I love you I love you. من غير الحب الأرض دي ولا حاجة، لكن بالحب نقدر نعمل كل حاجة. وكان أول بروتوكول تعاون بين جامعة عين شمس والمركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي كان لأول مرة 2006، قبل 2016، بس أول دورة اتعملت كان تحت قيادة نيافة الحبر الجليل أنبا أرمية رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، والدكتور عبد الوهاب رئيس جامعة عين شمس سابقا، والدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة الحالي. هم دول اللي عملوا طفرة في نجاح ولادنا ودخولهم الجامعات المصرية. من هنا بدأت فكرة تعليم وتدريب لغة الإشارة في المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي لتأهيل وتمكين مترجمين ليكونوا منارة انطلاق فكرة جديدة، وهي مترجم للجامعات المصرية. والتنفيذ جاء من خلال التعاون والبروتوكول اللي كان موجود. تدريب مترجمين علشان يعملوا إيه؟ يقوموا بترجمة المواد الأكاديمية والعملية لكي يفهم الأصم ويتعلم ما يقوله الدكتور. تدريب المترجمين لكي يساعدوا أولادنا الصم وضعاف السمع لترجمة برامج دينية في قنوات مختلفة، وأيضاً اجتماعية وترفيهية علشان يفهموها. وهنا دي يمكن بعض الصور، هو الإضاءة وحشة،
بس دي بعض الصور من الدورات التدريبية والامتحانات اللي كنا بنعملها سواء في جامعة عين شمس أو في المركز. ودي كانت أول احتفالية اتعملت في جامعة عين شمس، وكنا بنقطع تورته جميلة كبيرة عشان نحتفل بالنجاح ده. الدورات دي كانت بتتعمل في المركز أو الجامعة. أنا هفوت الحتة دي عشان نيافة أنبا أرمية قالها لنا. دول المترجمين بتوعنا اللي شايلين ولادنا في الجامعات المصرية، رواد شاركوا في نجاح التجربة، كانت الدكتورة حنان السعيد، الدكتورة أماني حنفي، الدكتور مخلص محمود، أستاذ محفوظ نصر الله، دكتور عادل إبراهيم، أستاذة جانيت. عايزين نديلهم سقفة كبيرة قوي بليز. وفي ناس تانية، ناس تانية كتير، بس هم دول اللي اخترتهم. أنا عايزة أشكر كل مكان، كل جامعة فتحت أبوابها لقبول أولادنا ليحققوا أحلامهم. شكراً لكل أستاذ دكتور ودكتور ومعيد يحاضر. شكراً لكل مترجم ومترجمة ساعدوا طلابنا الصم وضعاف السمع على فهم ما يقال في المحاضرات. شكراً لكل أم وأب وأخ وصديق دعم أولادهم لكي ينجحوا. وأخيراً شكراً لأي مجتمع يقبل أولادنا الصم ويدعم أولادنا. دي بعض الصور من أولادنا في الجامعات في قسم النحت في قسم الفن مع زملائهم السامعين. كانوا رسموا صورة جميلة تحت السلم بتاع العباسية في وقت ما، كانت فكرة رائعة. ومن هنا أطلقنا مسابقة مهمة قوي، كانت لأول مرة بتحصل في الجمهورية إن أولادنا الصم يجوا برسوماتهم وبالنحت وبالتصوير ونشوف مين الفائز. فمن ضمن الصور اللي كانت حلوة قوي كانت سامح الفنان رسم صورة لنيافة أنبا أرمية، ورسم صورة لفخامة الرئيس وادهاله في معرض تراثنا السنة اللي فاتت، فكان فرح بيها قوي وقال ده أصم؟ قلت له آه. فكان فرحة كبيرة أن ابننا قدم حاجة للمجتمع. ده واحدة من اجتماعات الأهالي اللي كنا بنعملها لبناء الوعي وإزاي يتعلموا لغة الإشارة ويتعاملوا مع أولادهم، ودروس تقوية كانت بتحصل. ودي إحنا بنقول لكم I love you مرة تانية and thank you. I love you, I love you, I love you.